سنعود إليك، لكن معنا عبر الهاتف السيد عميد كنعان الخبير المالي. مرحبا بك سيد عميد، ما الذي يجري في السوق؟ ما الذي يحدث أيضا على أرابتك، على أعمار، على كل هذه الأسهم القيادية؟ شوفي، واضح جدا أنه يعني سبب انخفاض الأسواق كلها هو ما يتعلق في أرابتك. قرارات مجلس الإدارة والإفصاح اللي كان مبعوث للأسواق كان غير كافي بالنسبة لكثير من المستثمرين. يعني واضح ما النقطة التي اختلفوا عليها طيب المستثمرين؟ واضح عن، خليني بس أكمل لك. واضح أنه موضوع شركة أرابتك لم ينتهي. يعني الشركة تقيل أو كما بعثوا للأسواق أنه استقال سي أو والعضو المنتدب وبملك ما يقارب 28.5%، يعني عليه علامات استفهام أن يتم انسحابه من الشركة بهذه الطريقة أو إقالته. والموضوع ما انتهى، يعني وأنا هون يعني بحمل صراحة، يعني الجميع يتحمل المسؤولية، السوق يتحمل المسؤولية، والهيئة تتحمل المسؤولية، والأسواق تتحمل المسؤولية. يعني جميعهم هذول الجهات الثلاثة مطالبين أمام المستثمرين شرح حقيقة الوضع بالشركة، ماذا حصل. نعلم يعني بجزء طلع يقول لك هناك عرض وطلب ومارجن كول، لكن هناك معلومات غير واضحة. هم مطالبين أمام المستثمرين بإيضاح شو اللي صاير. كتاب غير واضح، الكتاب غير كافي، لازلنا عندنا 28.5% خارج الإدارة التنفيذية. هل من المفروض يعني أن يتم إيقاف السهم برأيك حتى يتم الإصلاح من الجهة الرسمية؟ لا، من الصعب إيقاف السهم، لكن إحنا قبل إيقاف السهم، قبل يعني رواح لعملية زي هيك، مفروض أن يكون في إيضاحات صحيحة. من قادنا لهذه المراحل؟ يعني علامة استفهام، مين اللي قادنا لهذه المراحل؟ لماذا تم السكوت عن الشخص الذي قادنا لهذه المراحل طيل الفترات الماضية؟ يعني شخص بيجي بيحكم الشركة 16 شهر ويتم السكوت عليه، ولديه يعني من حضر الجمعية العمومية المشاريع القادمة، اللي شاف لقاءه بالتلفزيون بيقول لا يوجد هناك خلافات. مين اللي وصلنا إلى حالة التضليل هذه؟ الموضوع أكبر من إقالة عضو مجلس إدارة، الموضوع كبير جدا ومسؤولية الشركة. هل من الممكن، يعني سؤال مباشر طيب سيد عميد، حتى إذا هل من الممكن إلى حد ما يعني أن تتأثر سمعة الشركة بغض النظر عما ستقوله لاحقا؟ هل أرابتك قصرت كثيرا في تبرير ما حصل معها؟ أنا باعتقادي التقصير إجا من الجميع، من الشركة أولا وإفصاحاتها ومن الهيئة ومن الأسواق، لأنه أنا كل ما يحدث يعني عنوان الشفافية، تحت عنوان الشفافية كان هناك ضعف كبير بالشفافية أدى إلى ما نحن عليه الآن. إحنا قعدنا تقريبا 5 سنوات كاملين لحتى استعدنا الثقة، وفي بداية شهر 6 وفي بداية دخولنا لمؤشرات مورغان ستانلي وفي بداية وضع يدنا على البطن العالمية في عالم الاستثمار، بيطلع لنا الضعف في الشفافية، بيطلع لنا يعني صار من الطبيعي انه كل يوم السوق ينزل 2 و3%. هذا غير طبيعي باي سوق بالعالم، يعني 50 و60 مليون باول ربع ساعه وعلى الليمت داون. مين اللي عماله بيبيع؟ مين اللي يعني هناك تساؤلات كبيره بتطرح حالها، مين اللي عماله بيضغط على السهم الى هذه المستويات؟ يعني فبالتالي يعني السهم واضح ان هناك خوف منه، وبطبيعه الحال يعني في تحميل جزء كبير انه تفاصيل غائبه. هذا بطبيعه الحال يعني التصويت البيعي هو يطالب بتفاصيل، ويبدو ان الشركه حتى الساعه لم تبادر الى الدفاع عن هذا الامر. اشكرك سيد عميد كنعان.